الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. النهاردة إن شاء الله هنعود مرة أخرى للأجواء المحلية، ولكن بعيدا عن الدوري، ونعود لكأس مصر. كأس مصر دور الـ 32، النادي الأهلي سيلاقي نادي بني سويف في دور الـ 32 من كأس مصر. النهاردة زي ما حضراتكم عارفين مباراة هامة جدا، وخدوا بال حضراتكم لكل من يعتقد أن هذه المباراة هي مباراة سهلة، هي مباراة ليست سهلة، ولكنها هي النقطة الأولى أو الخطوة الأولى إن شاء الله للتتويج بكأس مصر والاستحواذ على كل البطولات النهاردة. وده الأمل اللي دائما كل جمهور النادي الأهلي بيحاول إن هو دايما يرى فريقه بهذا الشكل، إن هو يستحوذ على كل البطولات اللي بيخش فيها. زي ما حضراتكم عارفين كان يوم الاسبوع اللي فات، كان يوم الجمعه، كانت مباراه النادي الاهلي والنجم الساحلي، وهزيمه النادي الاهلي من النجم الساحلي بهدف مقابل لا شيء، واخطاء تحكيميه فجه الكل الحقيقه اعلن عنها خلال الفتره السابقه. والنهارده النادي الاهلي الحقيقه عمل بيان كبير جدا فيما يخص ما يريده، ولكن بعيدا عن الاتحاد الافريقي، وذهب الى الاتحاد الدولي، لأن النادي الأهلي دائما أو مجلس إدارة النادي الأهلي دائما يحاول أن يحافظ على حقوق جمهوره وحقوق لاعبيه وحقوق جهازه الفني. من خلال بيان النهاردة الحقيقة أو حاجة اتبعتت للفيفا علشان تكون متواجدة خلال الفترة اللي جاية، والنادي الأهلي لا يريد أن يتعرض لظلم. إذا كنت عايز تكسب النادي الأهلي اكسبه في الملعب، ولكن خارج الملعب من الواضح جدا ان هناك امور تدار بشكل او باخر هي اللي بتخلي النادي الاهلي يتغلب. هتكلم اكتر على هذه الامور، ولكن خلينا نرجع لاجواءنا في بطوله كاس مصر. والنهارده عندنا ان شاء الله مع الكابتن ايمن دجيش هتكلم اكتر على موضوع البيان اللي عمله النادي الاهلي في الفيفا ومطالبته من الفيفا بحفظ حقوق النادي الأهلي في مباراة النجم الساحلي الأخيرة. وما حدث الكل يعلم، اللي تابعنا يوم الأربع اللي فات في ملعب الأهلي، اللي تابعنا يوم الأربع اللي فات في ملعب الأهلي هيعرف إن احنا كل الكلام اللي احنا اتكلمناه ظهر اليوم في بيان النادي الأهلي. هتكلم أكتر في هذا الموضوع عشان بس ما عندناش وقت النهاردة، أو دلوقتي ما عندناش وقت، هتكلم معاه أكتر مع كابتن ايمن دجيش. خلينا نروح لجرافيك هذه المباراه. قبل بس ما اروح لجرافيك هذه المباراه، عايز اقول لحضراتكم التشكيله الرسميه للنادي الاهلي في مباراته ضد بني سويف في دور ال 32. شريف اكرامي في حراسه المرمى، محمود وحيد ناحيه الشمال، عمار حمدي او ايمن اشرف وياسر ابراهيم، وما بين بقى عمار حمدي وحسين الشحات مين فيهم اللي هيلعب باك رايت ومين اللي هيلعب في وسط الملعب، ده اللي هنشوفه من خلال الملعب. وحسام عاشور واليو ديانج ووليد سليمان واحمد الشيخ ووليد ازارو، التشكيله الرسميه للنادي الاهلي مره اخرى. شريف اكرامي في حراسه المرمى، ايمن اشرف وياسر ابراهيم اثنين في وسط الملعب، اثنين قلبي دفاع، محمود وحيد ناحيه الشمال، عمار حمدي ناحيه اليمين، ثم حسام عاشور واليو ديانج وحسين الشحات وليد سليمان احمد الشيخ وليد أزارو. دي المجموعة اللي هتبدأ لقاء اليوم. وبرضو خليني أقول لحضراتكم بدلاء النادي الأهلي في مباراة اليوم: علي لطفي في حراسة المرمى، حسين السيد ومروان محسن وسعد سمير وأحمد فتحي وصلاح محسن وجيرالدو، دي بدلاء النادي الأهلي لهذه المباراة. قبل ما نروح التشكيلة الرسمية لبني سويف في مواجهة النادي الأهلي مع مديرهم الفني كابتن حسن موسى، خلينا نروح لزميلنا شريف شعبان من أرض الملعب يقول لنا أيضا ماذا يحدث في أرض الملعب. زكا شريف تفضل. زكا كابتن إسلام، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. بالفعل زي ما تفضلت، الواحد فرحان جدا. استاد القاهره، وما ادراك استاد القاهره. طبعا تالقت وكان نجوميتك كلها كابتن اسلام كانت في هذا الاستاد العظيم، الاستاد المرعب اللي بيرعب جميع الفرق اللي فيك تلعب الفرق المصريه في هذا الاستاد. فخر مصر كلها، واحد وحش استاد القاهره، ويا ريت يا رب كده يكون كل مباراه النادي الاهلي في هذا الاستاد العظيم، الاستاد المرعب لكل الفرق اللي ممكن تلعب فيه الانديه المصريه، راسهم طبعا النادي الاهلي. شريف يعني اولا وحشنا جدا والحمد لله على سلامتك، ولكن النهاردة الحقيقة عودة مرة أخرى للأجواء المحلية وبعد الأجواء الأفريقية في المباراة الأخيرة. النهاردة الأجواء ما قبل المباراة، زي ما أنت قلت استاد القاهرة منذ مدة طويلة جدا النادي الأهلي لم يلعب في استاد القاهرة في المباريات المحلية، وبالتالي الكل ينتظر إيه هي أجواء هذه المباراة.
خليني اقول لك طبعا النهارده يوم النادي الاهلي او كلمه الاسلام. خليني اعرفك على فريق بني سويف، يمكن الجماهير الاهلاويه ما تعرفش فريق بني سويف قوي، يمكن انا متابع شويه الممتاز بيه وخصوصا مجموعه الصعيد. يمكن بني سويف بينافس على الصعود من الموسم السابق، يمكن الموسم ده بادئ بكل قوه، يمكن بيقوده طبعا فنيا الكابتن حسن موسى ومعاه مدرب عام نجم النادي الاهلي الكابتن طبعا ابو المجد مصطفى. يمكن طول مشواره في الدوري هو يمكن في المركز الثاني وليه مباراه مؤجله مع فرقه يمكن ضعيفه المستوى، لو كسبها عشان عنده طبعا مباراه الاهلي لو كسبها هيتصدر هذه المجموعه. يمكن هو بيلعب في الدوري ب 3 4 3 يمكن اشبه او الاكثر ميال شويه ل 3 5 2 وفي الكاس لعب ب 4 2 3 1. يمكن زي ما قلت لك بادئ السنه دي موسم كويس جدا، يمكن عندهم يمكن العقود في مجموعه الصعيد يمكن اقصى عقد بياخد مثلا لعيب 200000 جنيه وده رقم بالنسبه للصعيد رقم كبير، مكافاه المباراه حوالي 2500 جنيه في المباراه يمكن عكس مجموعه القاهره وعكس مجموع البحر الارقام اعلى من كده بكتير. يمكن هو بدا في الكاس بسوهاج وكسبها بعد طبعا بضربات الترجيح، المنيا 4-0، يمكن عرب الرمله 4-1. يمكن مشواره في الكاس كويس جدا، يمكن عنده خط هجومي قوي جدا، عنده طبعا هدافين، عنده محمود فكري 4 أهداف لعيب قوي، عنده كريم اشرف كان من ناشئين النادي الاهلي عنده ايضا 3 أهداف، عنده خط هجومي قوي، عنده خط دفاع قوي جدا يمكن الاقوى في هذه المجموعه. يمكن دي كانت يمكن نظره على فريق بني سويف القوي اللي الناس بتستهين بيه، ولكن لا فريق قوي جدا وفريق محترم وممكن النهارده باذن الله يكون ندي للنادي الاهلي، نتمنى النهارده النادي الاهلي يفوز والنادي الاهلي يتخطى عقبه بني سويف وتاهل الى دور ال 16. النهارده يوم النادي الاهلي كان بادئ في 9 صباحا في بوجبه فطار اجباري، ويمكن الغداء كان الساعه 1:30 ظهرا، يمكن المحاضره كانت الساعه 45 دقيقه. يمكن الراجل ما طولش في المحاضره، مستر فايلر اتفرج على اخر مباراه لفريق بني سويف اللي كان بيلعب فيها فريق الاعلاميين في الدوري الممتاز، ويمكن قدر يفوز بني سويف بهدفين مقابل هدف. يمكن اتفرج على ملخص لهذه المباراه، فرج بعض اللاعبين طبعا او اللاعبين اللي هيبداوا النهارده بعض من هذه المباراه، وحذرهم من خطوره الفريق وقال لهم باذن الله لازم نحترم الفريق من اول دقيقه عشان نقدر نفوز في هذه المباراه الصعبه من وجهه نظره. يمكن من فندق الاقامه الى ملعب المباراه خدنا حوالي 15 17 دقيقه، يمكن الدنيا كانت زحمه شويه بس الحمد لله قدرنا نوصل بسرعه. زي ما تفضلت وقلت تشكيل النادي الاهلي، يمكن طبعا ايه اللي حبيت اقوله لك كابتن اسلام، حراسه المرمى شريف اكرامي، محمود وحيد، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، عمار حمدي، حسام عاشور، ديانج، الشحات، وليد سليمان، الشيخ ازارو، بدلاء النادي الاهلي علي لطفي، سعد سمير، حسين السيد، احمد فتحي، جيلاردو، صلاح محسن، مروان محسن. يمكن تشكيله او طبعا بفريق بني سويف علي محمد محفوظ، مصطفى صلاح، محروس محمود، عبد الواحد عبد العزيز، هشام محمد البدري، علي محمد، نصر رمضان، محمود ابو بكر، كريم اشرف، مصطفى صلاح. يمكن دي الفريق اللي هيلاعب النادي الاهلي، اول 11 لعيب اللي هيلاعبوا النادي الاهلي في هذه المواجهه. استاد القاهره ما شاء الله حدث ولا حرج، يمكن هو فاضي للاسف الشديد، يمكن بتتكلم ما فيش 300 400 واحد يمكن في استاد القاهره العظيم، ارضيه الملعب حدث ولا حرج، حاجه ما شاء الله عالميه، استاد بيواكب دلوقتي التطور العالمي لجميع الاستادات، مدخل الاستاد، غرف ملابس الاستاد، حاجه بجد شابوه للقائمين على اداره استاد القاهره. معاك كابتن اسلام، لو اي استفسار معاك. أنا بشكرك جدا يا شريف على مجهودك الدائم معانا خلال هذه الفترة، وإن شاء الله لو في أي جديد هنرجع لك مرة أخرى. زميلنا شريف شعبان زي ما حضراتكم شفتوا من أرض ملعب استاد القاهرة العظيم. خليني بقى نروح لجرافيك هذه المباراة علشان نعرف زي ما حضراتكم دايما متعودين معانا من ملعب الأهلي جرافيك هذه المباراة. أبطال كأس مصر 36 مرة النادي الأهلي، ثم 27 مرة نادي الزمالك، نادي الترسانة العظيم الحقيقة واحد من الأندية الكبيرة جدا في مصر 6 مرات، طبعا بيلعب في الدرجة الثانية دلوقتي، الاتحاد السكندري سيد البلد 6 مرات، المقاولون العرب 3 مرات، واحد من أعظم وأعرق الأندية في مصر الحقيقة، وتاني أقدم نادي في مصر النادي الأولمبي 2 مرات فاز بكأس مصر، النادي الإسماعيلي الضلع الثالث دائما في كرة القدم المصرية بعد الأهلي والزمالك، النادي الإسماعيلي فاز 2 مرات، حرس الحدود وكانت طفرة كبيرة جدا مع كابتن طارق العشري، فاز أيضا 2 مرات بكأس مصر، إمبي برضو كانت أيام طفرة كبيرة مع كابتن الله يرحمه طه بصري، فاز 2 مرات، نادي الترام السكندري ونادي القناة ونادي المصري البورسعيدي، ولكل نادي من هذه الأندية 1 وحيدة الفوز بكأس مصر.
أكبر الانتصارات في 2014-2015 النادي الأهلي بيفوز على الجونة 13-0. في موسم سنة 1926-1927 النادي الأهلي بيفوز على مدرسة الطيران 8-0، ثم في 50-51 الأهلي بيفوز على السويس 7-1، في 31-32 الأهلي بيفوز على الإسماعيلي 6-0، ثم في 41-42 الأهلي بيفوز على بني سويف 6-2، ثم بيعود ويكرر النادي الأهلي نتيجة النتيجة السابقة في موسم 45-46 ويفوز على نادي الإسماعيلي 6-0، ثم يفوز على الترسانة في 49-50 6-0، ثم في 58-59 النادي الأهلي بيفوز على الاتحاد السكندري 6-0، ثم في موسم 2014-2015 6-1 على فريق طهطا، ثم في موسم 2016-2017 الأهلي بيفوز على الألمنيوم 6-0. هداف النادي الأهلي في كأس مصر عبر التاريخ النجم الكبير كابتن أحمد مكاوي 35 هدف، كابتن العظيم مختار التتش 21 هدف، الجان عماد متعب 19 هدف، الأسطورة صالح سليم 17 هدف، كابتن توتو كابتن سيد عطية 16 هدف، كابتن محمد الجندي 14 هدف، كابتن حسين مدكور 14 هدف، كابتن لبيب محمود 13 هدف، كابتن فؤاد صدقي 13 هدف، كابتن سيد الدزوي 12 هدف، الشيخ طه اسماعيل 12 هدف، كابتن احمد عبد المنعم كشري 11 انا اسف كابتن احمد عبد المنعم 11 هدف، كابتن حسين حجازي 10 اهداف، كابتن محمد رمضان 10 اهداف، كابتن عبد الكريم صقر 9 اهداف، نجم الكبير واسطوره كره القدم المصريه كابتن خطيب 9 اهداف، كابتن وليد صلاح كابتن النادي الاهلي في وقت من الاوقات 9 اهداف، واحد من النجوم الكبيره جدا الكابتن محمد ابو تريكه 9 اهداف، كابتن حسين حمدي 8 اهداف، كابتن ايمن شوقي 8 اهداف. النهارده الثلاث 3 ديسمبر 2019 في مباراتين نادي مصر بيلاقي نادي الجونه في دور ال 32 في كاس مصر، الشوط الاول انتهى بالتعادل السلبي ما بين الفريقين، وهقول لحضراتكم بقيه او نتيجه هذه المباراه. الساعه كم 0-0 حتى هذه اللحظه نادي مصر والجونه. في تمام الساعه 7:30 النادي الاهلي سيلاقي بني سويف في دور ال 32. باقي مباريات دور ال 32، المقاولين العرب سيلاقي جزيره مطروح، ونادي الزمالك سيلاقي الشرقيه. ده هيبقى غدا الاربعاء 4 ديسمبر، يوم الخميس 5 ديسمبر الانتاج الحربي سيلاقي ابو قير للاسمده، المصري البورسعيدي سيلاقي قنا، بيراميدز سيلاقي النجوم. يوم الجمعه اخر مباراه دور ال 32 سموحه سيلاقي العبور بالاليوبيه، وامبي سيلاقي الترسانه. بقيه المباريات لا المباريات هتكمل لغايه يوم الاحد لسه معانا. يوم السبت 7 ديسمبر 2019 حرس الحدود هيلاقي بتروجيت، وطلائع الجيش هيلاقي ديكيرنس، والاسماعيلي سيلاقي الاعلاميه. اما يوم الاحد 8 ديسمبر 2019 الاتحاد السكندري سيلاقي النصر، واسوان سيلاقي طنطا. مباراة اليوم النهارده 3 ديسمبر 2019 النادي الأهلي سيلاقي نادي بني سويف. قائمة النادي الأهلي لهذه المباراة: شريف إكرامي وعلي لطفي، أحمد فتحي، أيمن أشرف، حسين السيد، سعد الدين سمير، محمود وحيد، ياسر إبراهيم. خط الوسط: حسام عاشور، وليد سليمان، حسين الشحات، عمار حمدي، أحمد الشيخ، اليود يانج. وخط الهجوم: مروان محسن، جيرالدو، وليد أزارو، وصلاح محسن. ريني فايلر المدير الفني للنادي الأهلي. غيابات النادي الأهلي عن هذه المباراة: الشناوي ورامي ربيعة وعمرو السولية ومجدي أفشة وجونيور أجاييه، رؤية فنية علي معلول، إصابة وصالح جمعة ومحمد محمود وحمدي فتحي ومحمود متولي وكريم نيدفيد ومحمد هاني للإصابة. تاريخ مواجهات النادي الأهلي وبني سويف في كل البطولات: النادي الأهلي لاعب بني سويف 5 مباريات، النادي الأهلي فاز 5 مباريات، لم يتعادل، لم يهزم، أحرز 13 هدف، دخل فيه 3 أهداف. مشوار بني سويف في البطولة: الدور التمهيدي تعادل مع سوهاج 1-1 وفوز بركلات الجزاء الترجيحية على سوهاج، ثم في الدور التمهيدي الثاني بيفوز بني سويف على المنيا 4-0، ثم الدور التمهيدي الثاني بيفوز على عرب الرمل برباعية مقابل هدف وحيد. طاقم التحكيم لهذه المباراة: كابتن محمد عباس قبيل حكما للساحة، كابتن شريف التباع وكابتن عمر فتحي 2 حكام مساعدين، ثم الحكم الرابع كابتن أحمد العدو.
ده طاقم كيم لهذه المباراة، وده كان آخر حاجة معانا. وكالعادة خلينا نروح نشوف تاريخ المواجهات ما بين الفريقين من خلال تقرير، وبعد هذا التقرير أولى الفقرات دكتور أحمد ثابت أهم نقاط الضعف والقوة لفريق بني سويف، وأيضا أهم الأرقام للنادي الأهلي. بعد هذا التقرير دكتور أحمد ثابت هنستناه وهنستقبله مع حضراتكم. التقى الأهلي وبني سويف في 5 مواجهات سابقة بواقع 4 مواجهات في بطولة الدوري الممتاز ومواجهة واحدة في بطولة كأس مصر. كان الفوز حليف الأهلي في المواجهات الخمس. المواجهة الأولى التي جمعت الفريقين تعود إلى موسم 63-64 في بطولة الدوري، وفاز الأهلي في مباراة الدوري الأول بنتيجة 6 أهداف مقابل هدفين، وفاز في الدوري الثاني بهدف من دون رد. فيما التقى الفريقان مجددا في الدوري قبل 44 عاما، وتحديدا في موسم 74-75، وانتهى لقاء الدوري الأول بفوز الأهلي بهدف من دون رد، وعاود فوزه في الدوري الثاني بهدفين نظيفين. كان موسم 97-98 شاهدا على مواجهة الفريقين بكأس مصر من دور 16، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف واحد. نجح لاعب الأهلي في هز شباك بني سويف 13 مرة بوقع 2.6 في المباراة الواحدة، بينما استقبلت الشباك 3 أهداف. خرج الأهلي بشباك نظيفة في 3 مواجهات، فيما فشل بني سويف في الخروج بشباك نظيفة في كافة مواجهاته مع الأهلي. اهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره دكتور احمد ثابت، اهم نقاط الضعف والقوه في فريق بني سويف. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ تمام الحمد لله. خلينا نبدا بفريق بني سويف واهم نقاط الضعف والقوه الموجوده في فريق بني سويف. طبعا بطوله كاس مصر بطوله مهمه جدا في البدايه. يمكن النادي الاهلي حصل عليها 36 مره مقابل نادي الزمالك 27 مره، وبالتالي الفرق اصبح 9 القاب. نادي الاهلي في اخر 7 سنين، يمكن اخر 7 سنين او اخر 7 بطولات لكاس مصر ما خدش بطوله كاس مصر غير مره واحده، كانت سنه 2016-2017. وبالتالي النادي الاهلي محتاج يزود الفرق، يرجع الفرق تاني ل 10 بطولات ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك. الجمهور ما بيستريحش فمحتاج ان انت ترجع الفرق. بالتاكيد بطوله مهمه جدا، نتمنى النادي الاهلي يحصل عليها السنه دي. بالتاكيد فريق بني سويف يمكن هم ماشيين بشكل كويس جدا في الدرجه الثانيه، هم مختلف يعني في بني سويف، في نادي بني سويف وفي نادي تليفونات بني سويف. نادي بني سويف هو في المركز الثاني، نادي تليفونات بني سويف في المركز الثالث، ماشيين بشكل كويس في الدرجه الثانيه في مجموعه الصعيد. يمكن هم نتائجهم سريعا كده، كسبوا النادي في الدوري الدرجه الثانيه، كسبوا شبان المسلمين ان 4-0، كسبوا بني سويف في كسبوا سوهاج في كاس مصر، كسبوا بعد كده برضو سوهاج في دوري الدرجه الثانيه، كسبوا المنيا 2-0، كسبوا الالومنيوم 1-0، دي يمكن ابرز نتائجهم. بعد كده برضو كسبوا المنيا 4-0 في كاس مصر، بعد كده تعادلوا مع بترول اسيوط 0-0، بعد كده كسبوا عرب الرمل 4-1، بعد كده اخر مباراه اللي كانت يوم 26/11 كسبوا الاعلاميين 2-1. لما نبص على ترتيبهم في الجدول، ترتيبهم في الدرجه الثانيه، ده هيبين نوعا ما قدرات الفرقه. طبعا يمكن هم في المركز الثاني في الجدول لعبوا 6 مباريات الموسم ده، كسبوا 4، اتعادلوا 1، خسروا 1، جابوا 9 أهداف. هم أقوى خط دفاع في دوري الدرجة الثانية في المجموعة ألف، دخل شباكهم 2 بس، ويعتبروا تاني أقوى خط هجوم في المركز الثاني برصيد 13 نقطة خلف البنك الأهلي 14 نقطة. أيوه، وبعديهم على طول تليفونات بني سويف. وبالتالي فريق يستحق الاحترام، كل فرقة ليها احترامها، وبالتأكيد لازم نحترم الخصم عشان تقدر إن أنت. أنا دايما اتعودت في حاجة، كرة القدم لا تعرف، خصوصا مباريات كاس مصر لا تعرف الفريق الكبير والفريق الصغير طبعا. على الاقل بالبطولات، يعني انا بتكلم فريق كبير طبعا كل الفرق فوق دماغنا من فوق، لكن انا بتكلم على فارق البطولات ما بين الفريقين. ولكن
كرة القدم دائما في كاس مصر لا تعرف إلا الملعب فقط، مش في كاس مصر بس، في كل البطولات اللي بيلعبها النادي الأهلي. ودايما احنا متعودين على كده، ان الملعب هو دايما اللي بيوري الفرق. ممكن جدا ما يبقاش في فرق ما بين النادي الأهلي وبني سويف من خلال الملعب، فبالتالي أولى الخطوات يجب أن تكون بداية جيدة جدا إن شاء الله. إن شاء الله، وتكون خطوة مهمة جدا للنادي الأهلي بكل تأكيد. يمكن كمان فايلر النهاردة في التشكيلة بتاعته هو عامل نوع من، يمكن في 8 لعيبة في التشكيلة داخلين، هو بيخلق نوع عامل منافسة، بتخلق دوافع جديدة للعيبة اللي موجودة اللي هي كانت على الدكة. مظبوط، بتعمل نوع من المنافسة مهمة جدا، بتدي راحة للعيبة اللي كانت بتلعب زي رمضان، زي ربيعة، اللعيبة الأساسية كلها اللي هي كانت بتبدأ، عمرو السولية، علي معلول مصاب، فبتبدا تدخل. يعني لو بصينا هنلاقي النهارده في 8 لعيبه ما كانوش بياخدوا بشكل اساسي. شريف اكرامي النهارده بتكسب كحارس بديل، محمود وحيد عشان علي معلول، هتحتاج محمود وحيد في 4 مباريات على الاقل الحين عوده علي معلول. صح، فمهم جدا النهارده محمود وحيد ان شاء الله يتالق في المباراه. ياسر ابراهيم بيدخل كمساك، عمار حمدي النهارده سواء بدا كباك رايت او بدا تحت راس الحربه، ده اللغز اللي احنا لسه هيبان لنا بقى من خلال الملعب. يعني سواء بدا كده او كده، فعمار حمدي برضو اول النهارده اول مباراه ليه مشاركه منذ انتقاله للنادي الاهلي كاساسي. أيوه، مع النادي الاهلي. حسام عاشور برضو في الفتره الاخيره ما كانش بيبدا اساسي، اليو ديانج كذلك، ولما نزل في المباراه الاخيره قدام النجم الساحلي ادى بشكل مميز جدا. احمد الشيخ بيجهز جناح بديل سواء لحسين الشحات سواء لرمضان صبحي، حاجه مهمه جدا. برضو وليد ازارو، يعني انت النهارده عندك 8 عناصر في التشكيل الاساسي للنادي الاهلي ما كانوش بياخدوا في الفتره الاخيره. مظبوط، بشكل اساسي، فانت لما تدخلهم انت بتخلق دوافع جديده، بتعمل نوع من المنافسه، بياخد فرصتك اهو واثبت لي نفسك عشان بعد كده تبدا اساسي. دي حاجه مهمه جدا بيعملها فايلر خاصه في المباريات ديت. تمام، فريق بني سويف سجل 9 اهداف في 6 مباريات، كيف سجل فريق بني سويف 9 اهداف؟ يمكن هم فريق بني سويف ليهم احصائيه كده ازاي هم سجلوا 9 اهداف في 6 مباريات. 9 اهداف منهم 4 اهداف من ضربات ثابته، 4 اهداف من 9 يعني بنسبه 44.4%، 4 من 9 ضربات ثابته. بعد كده عليهم لعبه من رميه التماس اللي هي رميه التماس الطويل، اللي هو ليهم رميه التماس الطويل دي هنشوفها معانا بالفيديوهات، بيرموا رميه التماس طويله جوه منطقه الجزاء، بعد كده تسديد على حدود منطقه الجزاء، بعد كده هجمه مرتده، بعد كده ضربه جزاء. اذا اهم حاجتين ايه في الفرقه دي في الناحيه الهجوميه؟ الضربات الثابته ولعبه رميه التماس، ده اللي احنا هنشوفه بالفيديو. يمكن هدافين الفرقه محمود بكري 2 وكريم اشرف. كريم اشرف ده على فكره من ناشئين النادي الاهلي، كان بدأ في النادي الأهلي من 2012 وبعد كده راح بني سويف، بعد كده الأسيوطي. يمكن طبعا هم بيدربهم من المدرب حسن موسى. دي أول هدف معانا كابتن إسلام، الحالات بتأكد الضربات الثابتة من الصفحة الرسمية لنادي بني سويف طبعا عبر الفيسبوك. يمكن ده أول هدف ليهم أهو. الهدف اللي بعده برضه هنشوف 4 أهداف من ضربات ثابتة، دي الأوت الطويل ده، الأوت الطويل عنه. ده الهدف برضه من الأوت الطويل، بيلعبوا أوت طويل كده هتلاقيها اتكررت كذا مرة يعني طبعا. اتلعبت شوطة، فهي برضه هم عندهم ميزه اللاعب اللي بيلعب الاوت الطويل دي اهو. بص حضرتك اوت طويل تاني اهو، بيلعب الاوت الطويل جوه بيجيبوا منها اهداف، فلازم نخلي بالنا من الحته دي. دي مساله اللي هي رميه التماس الطويله. لو شفنا بقيه الضربات الثابته، الفيديو اللي هو فيه الضربات الثابته، هنلاقي برضه ان هم عندهم كذا لاعب، يعني في لعيب اسمه في التشكيل اسمه علي وزه، ده برضه مميز جدا، اللي هو علي وزه ده مميز بلعب الضربات الثابته. معتز محروس الكابتن اهو، بص حضرتك دي ضربه ثابته هيجيبها دلوقتي، بيجيبها اهو اهي، دي ضربه ثابته هو مميز قوي بقدمه اليسرى، سواء معتز محروس او علي وزه. بص حضرتك اهي، دي واحده ثانيه ثابته، دي واحده ثانيه، ده الهدف الثاني من ضربه ثابته. في واحده ثالثه برضو ضربه ثابته نفس الشكل اهي. بص اهي، ده كل اهدافهم من ضربات ثابته. اذا عندهم كابتن حسن موسى بيعتمد على الضربات الثابته وعلى رميه التماس الاوت التويل، ده ضربه ثابته من على الاجناب من على الاطراف، بيحفظهم لعبه الضربات الثابته بشكل كويس وبيحفظهم لعبه رميه التماس. دول اهم جملتين في نادي بني سويف نخلي بالنا منهم النهارده. تمام، عندهم طبعا التشكيل قدام، يمكن لو بصينا على التشكيله هم بيلعبوا 4-2-3-1. ايوه، الحارس علي محفوظ، الاثنين المساكين محروس محمد ومصطفى الصفتي، دول الاثنين المساكين. الباك شمال اسمه حسام البدري، الباك اليمين اسمه عبد الواحد حسام البدري. الشمال ولا اليمين؟ طب يلا حسام. الباك الشمال اسمه حسام البدري، الباك اليمين عبد الواحد عبد العزيز. ماشي، الاثنين الارتكاز معتز محروس. معتز محروس ده هو يعتبر قائد الفرقه وهو لاعب دوري ممتاز كتير قوي، اكتر واحد فيهم عنده خبرات. الناحيه الثانيه نصر رمضان الارتكاز الثاني، صانع الالعاب علي وز اللي هو مميز بلعب الضربات الثابته زي ما قلنا عليه. الاثنين الجناحين محمود بكري ومصطفى بيليا.
تمام. وقدام المهاجم كريم اشرف، وكريم اشرف ده اللي احنا قلنا عليه ان هو كان من ناشئين النادي الاهلي. ايوه. وبعد كده انتقل للاسيوطي ولعب في بني سويف ولعب دوري ممتاز برده لما صعدوا النادي الاسيوطي، وبعد كده رجع تاني بني سويف. فهو هو اصلا من ناشئين بني سويف، فبيمشي كده اعارات ويرجع، اعارات ويرجع. فمن اللعيبه المهمه جدا كريم اشرف، والثلاثه اللي قدام برده زي ما قلنا محمود بكري ومصطفى بيليا. يمكن هم على المستوى الدفاعي بالتاكيد هيبقى في فرق قدرات. النهارده وليد ازارو يستطيع بسرعاته ان هو يخليهم يرتكبوا ضربات جزاء او يرتكبوا فاولات كتير، دي هتبقى نقطه مهمه جدا. محمود وحيد النهارده نقطه ضعفهم يعني البارزه قوي ان هم عندهم المساك الايسر مش موجود، ومصطفى الصفتي ده كان بيلعب باك شمال فدخله كمساك، فدي هتعمل مشاكل كبيره جدا الجبهه اليسرى عندهم اللي هيبقى فيها سواء لعب فيها عمار حمدي، لعب فيها حسين الشحات، رحل عليهم وليد سليمان، فدي هتمثل مشكله كبيره جدا عندهم. واعتقد ان احنا ان شاء الله نقدر نستغلها. كذلك سرعات وليد ازارو مع الدفاع بتاعهم والبطء اللي عندهم، وليد ازارو يقدر يستغلها. خبرات اللعيبه اللي عندك وليد سليمان، تمام. عندك احمد الشيخ، عندك اللعيبه اللي عايزه تاخد فرص زي محمود وحيد، زي ياسر ابراهيم، زي برده كاكتر من لاعب ممكن ياخد فرصه زي ما اتكلمنا. 8 لاعبين النهارده من النادي الاهلي ما كانوش موجودين بشكل اساسي بياخدوا. انا بشكرك جدا يا دكتور احمد، ان شاء الله نلتقي بعد نهايه المباراه واهم الارقام والاحصاءات الخاصه بهذه المباراه. شكرا وبالتوفيق للنادي الاهلي. شكرا جزيلا دكتور احمد ثابت. هطلع فاصل او هشوف تقرير عن فريق نادي بني سويف، وبعد هذا التقرير هنرجع نستقبل ثلاثه من نجومنا الكبار. النجم الكبير كابتن ماهر همام، انا عايز منه 200 جنيه ما نشوف النهارده، خلينا بعد الماتش، بعد الماتش ربنا يكرم ان شاء الله. هقول لكم ليه، وال200 جنيه هاخدهم منه على الهوا، ليش دعوه. كابتن الكبير، النجم الكبير الكابتن ماهر همام، النجم الكبير الكابتن شريف عبد المنعم، ايضا النجم الكبير كابتن احمد بلال، بعد هذا التقرير عن فريق نادي بني سويف. فريق بني سويف هو احد اعرق اندية مجموعة الصعيد في دوري الدرجة الثانية. هو فريق له صولات وجولات في مجموعة الصعيد، دائما ما ينافس على الصعود للدور الممتاز. هو أحد أندية الصعيد التي سبق لها الصعود لدور الأضواء والشهرة من قبل، ولكن لم يصمد حيث لم تساعده الإمكانات في الاستمرار في الدور الممتاز لأكثر من موسم واللعب مع الكبار. فريق بني سويف في الموسم الحالي يسير بخطى ثابتة نحو المنافسة على العودة للدور الممتاز، يحتل المركز الثاني بجدول المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة من 6 مباريات، فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسر في مثلها. له مباراة مؤجلة مع ديروط في الجولة السابعة ستقام السبت المقبل، في حال فوزه يرتقي للمركز الأول بالمجموعة التي يتصدرها البنك الأهلي برصيد 15 نقطة. حقق بني سويف فوزا غاليا على الإعلاميين بهدف لهدف في مباريات الأسبوع السادس، وكانت آخر بروفة له قبل مواجهته مع الأهلي في دور الاثنين والثلاثين لكأس مصر. يقود الفريق فنيا حسن موسى نجم طلاع الجيش السابق، الذي يجيد التنوع الخططي داخل الملعب وخاصة أمام الكبار في الجانب الدفاعي. يضم الفريق مجموعة من اللاعبين الجيدين الذين يعتمد عليهم المدير الفني حسن موسى، في مقدمتهم الهداف كريم أشرف، معتز محروس، علي وزة، محمود مكي، وحسام عيسى. فريق بني سويف استعد للأهلي طوال الأسبوع الماضي للظهور بالشكل الأفضل ولتقديم لاعبيه أمام الجماهير، خاصة أنه سيواجه أكثر الأندية جماهيرية في مصر والوطن العربي. وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين، خلوني أرحب بضيوفي ونجومنا الكبار، النجم الكبير كابتن ماهر همام. ازيك يا كابتن؟ أهلا بإسلام، أهلا بيك. جبت الحاجة؟ مبروك يا كابتن. على إيه؟ حقك. على إيه؟ لا الحلقة اللي فاتت إحنا قلنا التشكيل لو طلع صح
انا هاخد منك 200 جنيه. انتوا عارفين يا جماعه 200 جنيه الكابتن ماهر دول يعني ايه؟ طلع انت عارفين. التشكيل مسيو ماهر حقك انت مسيو ماهر هو قال التشكيل اللي بيديسو. انا ما قلتش التشكيل على فكره. خد بالك يا اسلام الجنيه بتاع كابتن ماهر بالاسترليني مضروب في 22 يا جماعه 200 جنيه كابتن ماهر امام جايب لنا 200 جنيه مضروب في 22 200 جنيه دول بقى انا هديهم للكابتن شريف جونتي هديهم للكابتن شريف ليه يا جماعه عشان الكابتن شريف عازمنا واحنا قاعدين بنتفرج على الماتش عازمنا على اكل حلوه كده والله احنا هنديهم لبلال ان هو معاه رقم الراجل و200 جنيه من عندي كمان و200 جنيه من عندي كمان عشان العدد كتير منور يا كابتن شريف حبيبي يا كابتن منور يا كابتن بلال الله يخليك يا رب نقعد نضحك نفضل نضحك كده على طول ان شاء الله ودايما منورين الاستوديو كابتن ماهر خلينا نبدا بتشكيل النادي الاهلي لهذه المباراه شريف اكرامي محمود وحيد ايمن اشرف ياسر ابراهيم ما بين بقى عمار حمدي وحسين الشحات مين اللي هيلعب فيهم باك رايت حسام عاشور اليو ديانج وليد سليمان احمد الشيخ وليد ازارو ايه راي حضرتك في هذا التشكيل انا شايف يا اسلام تشكيله مناسبه مستر فايلر يعني بيفاجئنا في كل مباراه بتشكيله متغيره وعايز اقول ان حتى التغيير في التشكيل لكن المضمون واحد استراتيجيه اللعب واحده مظبوط اهداف النادي الاهلي واللاعبين واحده النهارده طبعا عوده حميده بالنسبه للكابتن شريف اكرامي بعد غيبة طويلة شريف من الحراس الواعدين اللي كان لي كابتن النادي الأهلي طبعا طبعا كابتن النادي الأهلي وله كمان شريف باع كبير جدا مع النادي الأهلي في بطولاته إذا كانت الأفريقية أو المحلية فنتمنى طبعا النهاردة التوفيق لشريف ونقول له الحمد لله على السلامة النهاردة عمار حمدي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمود وحيد وبعض الاقاويل بتقول حسين الشحات ممكن يبقى مكان عمار لان حسين أيوه. لعب في المكان ده احنا شفناه مع المقصه لعب في المكان ده ولعب في اكتر من مكان في خط الظهر ياسر ابراهيم بردك عوده يعني حميده ان شاء الله ياسر بقى له فتره من المساكين المميزين جات الفرصه النهارده انه يبقى موجود بصفه اساسيه ايمن اشرف احنا اتعودنا على ايمن من فتره محمود وحيد وده الورقه اللي بيراهن عليها مستر فايلر وبيجهزها بشكل كبير جدا لمباراه الهلال السوداني القادمه عوده ديانج في نص الملعب مع كابتن حسام عاشور احمد الشيخ ووليد سليمان وحسين الشحات احمد الشيخ طبعا الوافد بقاله فتره برضك من اللعيبه اللي بيديله مستر فايلر النهارده من بدايه المباراه وليد ازارو نتمنى التوفيق لوليد ازارو وعوده باذن الله في مباراه اليوم كلنا متفائلين اسلام ان شاء الله باذن الله ان احنا ما فيش استهتار بنادي بني سويف اللاعبين دول كلهم قادرين ان هم يحققوا لنا انتصار والصعود من الدور ال 32 لدور ال 16 عندنا كمان على الدكه لعيبه مميزين لكن بنتمنى التوفيق للي هيشترك من بدايه المباراه لل 11 لعيب النادي الاهلي. تمام كابتن شريف ايه راي حضرتك في هذا التشكيل؟ انت قلت لي على عهدتك على هدوتي على هدوتي المفروضه يعني ان حسين شحات وارباك رايت مش عمار حمدي انا بدبس على طول لا ما احنا قلت لك على عهدتنا احنا الشخصيه هو كومبينيشن جديد يعني في لعيبه موجوده ساعات بنحس ان هي مش فارقه زي ما احنا نقول اللعيبه كلهم مش فارق عندنا مين الاساسي ومين هم كلهم مستوى اول مستوى اول والحمد لله ان عندنا اصابات بتتعافى النهارده زي ياسر ابراهيم مثلا زي احمد الشيخ بيرجع زي شريف اكرامي طبعا وحشنا جدا وبجد كنا عايزين نتفرج عليه في مباريات زي النهارده وبعد كده وكل وقت يبقى موجود على طول ما يغيبش تاني عن الملاعب وربنا يشفيهم كلهم اللعيبه ويبعدوا عن شر الاصابات الكومبينيشن بقى اللي موجود النهارده والعلاقات اللي هي موجوده اعتقد سهله جدا على خط الدفاع عندنا ايوه ان عندنا سرعات كتير قوي يعني عندنا خبره دلوقتي اعتبر ان ايمن اشرف بقى في المكان ده دلوقتي خبره من ايه يعني من جميع الوجوه التصرف بقى والمسانده والتحركات بالنسبه للخط كله ياسر ابراهيم طبعا لازم يكون ايمن اشرف حاسس ان ده راجل لسه راجع فيحاول يسهل عليه مهمه الباص مهمة التغطية مهمة محمود وحيد لما هيحاول النهاردة يطلع ففي عبء كبير على أيمن أشرف النهاردة حتى بعد المباراة اللي فاتت إنه يعمل شكل أداء يوضح إن هو جدير إن هو يكون في المكان ده الناحية اليمين زي إحنا بنتكلم على حسين الشحات إذا كان هو اللي هيلعب ناحية اليمين هتبقى في علاقة دايما بين إليو ديانج وأي خط من الخطوط العلاقة اللي هي إسلام
ازاي انا اقدر اسمح للناس انها تطلع في الاطراف وتطير على الاطراف وانا ابقى مغطي الاجناب دي كده زيه زي حسام عاشور بالظبط. فالاثنين انا كنت بقول لك قبل بتاع الاثنين شبه بعض جدا. خد حضرتك الكلام كل الكلام اللي جاي من الاستاد يعني دلوقتي ان عمار حمدي هو اللي هيلعب باك يمين. طب خلاص عمار حمدي عنده ما يكفيه من السرعه انه يقدر ينطلق ويقدر يعمل تعويض. عشان كده بقول لك لازم ان الاثنين اللي في النص حسام عاشور وإيلي جانج يكون مغطيين الحته اللي احنا فيها. ايوه الانطلاقات الكلام ده احنا بنقوله على فرق بتبقى بتلعب النادي الاهلي مفروض في تصفيات افريقيا تصفيات افريقيا في الحاجات دي مش بقلل من بني سويف. انما احنا عندنا حريه النهارده باذن الله ان شاء الله وفرصه اللعيبه دي ان هي تبقى عندها ماتش تقدر تكتسب فيه الثقه. والراجل واثق فيهم كلهم معاهم وليد سليمان بنسميه العمود الفقري يعني بتاع الفرقه كلها الحقيقه ونقطه الوصل بينه وبين جميع الخطوط الحقيقه وليد سليمان. فهيتحمل النهارده هو حسين الشحات ووليد ازارو ان هم يترجموا لنا الشكل الهجومي والسابورت لكل الفرقه في التدعيم ان هي تقدر تخلص الحكايه بدري. يعني ما ينفعش احنا النهارده يبقى عندنا هجوم ناقص عندنا تحركات في الصفوف ناقصه. ما ينفعش ما فيش تحركات للعيبه زي ما كان المستوى بتاع مثلا رمضان صبحي وعلي معلول. لازم الشكل ده نشوفه برده النهارده نشوفه على ان اللعيبه اللي هي ما بتلعبش الملعب وحشها. يعني اللعيبه عايز تلعب اللعيبه عايزه تبقى موجوده اللعيبه عايزه تأدي. فدي فرصه كبيره ليهم ان شاء الله وهم لعيبه كويسين جدا. فعندنا فرصه كبيره النهارده ان احنا نشوف شكل تاني او شكل تالت. انا بعتقد ان اللعيبه دي كلها النهارده عايزه تأدي وتأدي وتقول انا في المستوى الاول باذن الله. تمام. فدي فرصه بالنسبه لهم كبيره اول مباراه. طيب بلال من وجهه نظرك التشكيله اللي قدامنا دي تستطيع النهارده ان شاء الله ان هي تكمل الشكل والاداء اللي بيعمله النادي الاهلي حتى في المباراه الاخيره امام النجم الساحلي؟ بص يا اسلام يعني طريقه اللعب واحده اكيد طبعا. يعني هو الراجل في طريقه لعب بيشتغل عليها محافظ فيها كل اللعيبه. فبالتالي اي حد هينزل هو عارف بيشتغل بالسيستم ماشي ازاي عارف هيشتغل بانهي طريقه الطريقه اللي بيشتغل بيها الراجل. تمام. النهارده يمكن ممكن يكون النهارده فرصه للعيبه ان هي او فرصه للمدير الفني ان هو يشوف اللعيبه ما بتلعبش يشوف لعيبه كانت بعيده فتره. نعم. لان في بعض الفترات المدير الفني بيبقى برده مغصوب عليه شويه انه يجرب بعض اللعيبه اثناء تولي المباريات. انت بتبقى عندك النهارده مجموعه بتشتغل عليهم كابتن مثلا 16 لعيبه او 17 لعيب. فبالتالي ما عندكش وقت في ظل تتابع المباريات انك تشوف اللعيبه الثانيه ما عندكش فرصه. في مباراه الكاس اللي زي دي بتديك فرصه انك تتعرف على بعض اللعيبه. يمكن الراجل اشتغل مع لعيبه شويه خد بعض اللعيبه خد جزء منهم في جزء منه اتصاب يا اسلام. لكن في اوقات بيبقى المدير الفني فعلا نفسه محتاج انه يشوف لعيبه جديده محتاج يشوف عناصر ثانيه محتاج يشوف امكانيات مختلفه عن الامكانيات اللي موجوده عنده في الفرقه. فالنهارده فرصه في الناحيتين فرصه للمدير الفني انه يتعرف على امكانيات اللعيبه اللي موجوده فرصه النهارده للعيبه كمان ان هي تثبت امكانياتها للمدير الفني وتقدم النهارده بشكل جيد نفسها للمدير الفني وتقول ان انا موجود بشكل جيد وان انا لاعب عندي امكانيات وعندي قدرات استحق ان انا اكون موجوده على الاقل في ال 18 او في الليست اللي بتروح بتلعب الماتشات او حتى في اللعيبه اللي موجوده. تقول للمدير الفني النهارده ان انا ممكن اكون من ضمن اختياراتك حتى لو كانت اختيارات يعني ثانيه مش اولى يعني ممكن ما يبقاش لعيب اساسي لكن ممكن لعيب احتياطي يلفت نظر المدير الفني يشوف في حاجه هو محتاجها بيكمل تاكس. المدير الفني دايما عنده نواقص في كل المباريات اللي مباراه بتطلع منها عندك بعض الاجزاء بتبقى ناقصاك. فالنهارده ممكن لعيب يكمل لك الحته دي في المباراه دي ممكن لعيب يكمل لك الحته دي في المباراه الثانيه. في لعيب بتحتاجه في بعض المباريات في لعيب عنده سرعه في لعيب عنده مهاره. الحاجات دي بتختلف من لعيب لعيب من امكانيات لامكانيات. فانا بشوف طالما المدير الفني بيشتغل بشكل جيد يبقى اكيد اللعيبه النهارده اللي في الملعب دي هتشتغل بنفس طريقه اللعب هتحفظ المدير الفني بشكل كويس. النهارده يمكن مستر فايلر ده دفع بعناصر كتيره جديده جدا. عمر حمدي النهارده لاول مره بنشوفه بيلعب السنه دي مع النادي الاهلي. ده واضح يا اسلام انك طول ما انت بتشتغل كويس طول ما انت هتاخد فرصه. ديانج نفس الموضوع اشتغل مع مالي يا كابتن اشتغل مع مالي اشتغل معاهم بشكل كويس. فالنهارده المدير الفني عايز يشوفه النهارده في المباريات اللي قدامه ممكن ما كنتش تسمع عن عمر حمدي بيلعب عن اليو ديانج برده ما فيش فرصه كبيره. لكن وانس ان انت ظهرت في ماتش من الماتشات بشكل كويس في بطوله من البطولات بشكل كويس يبقى ممكن بتجبر المدير الفني ان هو ايه خلاص يحطك عشان يقدر يقيمك. احمد الشيخ برده نفس الموضوع احمد الشيخ خد فرصه في البدايه بعد شويه فرصه النهارده لاحمد الشيخ برده ان هو يثبت ذاته. حته اللعيب الاشول دي مفتقدينها بقالنا فتره طويله ممكن يكون برده من ضمن الاسترجاع بتاعت المدير الفني انه يتفرج على شكل مختلف على لعيب بامكانيات مختلفه
ممكن يحتاجوا فيما بعد. فانا شايف النهارده فرصة جيدة بالنسبة للاثنين، بالنسبة للمدير الفني وبالنسبة كمان للعيبة في ظل المباراة. خلينا نتكلم على الواقع، مباراة بالنسبة للنادي الاهلي هي مباراة قد تكون سهلة على الورق بالنسبة للنادي الاهلي. تمام، كابتن ماهر النهارده دور وليد ازارو، ويعني زي ما بدأنا في بداية الحلقة واتكلمنا عن او زي ما حضراتكم اتفقتوا ان دائما ما تكون هناك فرصة دائمة مع جمهور الاهلي خصوصا لواحد زي وليد ازارو. هو النهارده طبعا فرصة لوليد ازارو من بداية المباراة زي ما الكباتن اتكلموا شريف وبلال، ان النهارده تحس بالثقه، عوده الثقه مره ثانيه لوليد ازارو. احنا محتاجين وليد ازارو بشكل كبير جدا يا اسلام في الحته الهجوميه او كراس حربه. ايوه محتاجين عوده وليد ازارو اللي احنا شفناه في الموسم اللي قبل الماضي. فعلا مهاجم من الطراز القوي، عنده من المقومات اللي تساعده بشكل كبير جدا جسمانيا، عنده السرعة، عنده المحطة، عنده المهارة، إحراز الأهداف. عايز أقول لك التغيير في مكان 10 يمكن يا إسلام السنة دي أثر على شكل وأداء أزارو. زي ما قلت لك إن عبد الله السعيد كان عارف المنتاليتي والعقلية كويسة جدا. مهم جدا إن 10 بلال يبدأ يعرف إمكانيات اللاعبين المهاجمين اللي قدامه وإزاي يبدأ يلعبهم. فدي فرصة أنا شايف النهاردة فرصة بالنسبة ليه وليد سليمان موجود يقدر يتعامل مع ازارو بشكل كبير جدا ويقدر يوصله للجول حسب امكانياته من ناحيه السرعه. أيوة. ان اقدر اعمل له الباص في خلق مساحه، اقدر اعمل له الكورسات العرضيه من احمد شيخ اللي موجود النهارده او حسين او عمار حسب ما هنشوف مع بدايه المباراه. فالنهارده عايزين اللعيبه اسلام تقدر تساعد بعض، تقدر تخدم على بعض. فالنهارده عندك لعيبه كلها مصنفه، لعيبه كلها عندها مهاره. أيوة. لعيبه كلها عندها مسانده، لعيبه كلها عندها نزعه هجوميه بشكل ايجابي. النهارده مطلوب من اللاعبين احراز الاهداف، لان الاهداف لما بتحرز بتدي ثقه للاعبين وبتدي ثقه للجهاز الفني. وكمان النهارده معظم الاسماء اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي اول مره بتشارك من بدايه المباراه عايزه تثبت شخصيتها للمدير الفني ان هي قادره انها تكون موجوده بصفه اساسيه في تشكيله النادي الاهلي. عايز اقول لك كمان يا اسلام ان احنا لو بصينا على الغيابات هنلاقي 12 لعيب خارج دكه احتياطي النادي الاهلي، فده كمان فريق اخر موجود بره. طبعا الغيابات الفنيه لما تيجي تبص على التشكيل الرسمي للنادي الاهلي وتقارنه بالتشكيل الرسمي مثلا في مباراه النجم الساحلي هتلاقي ان التشكيل هنا بيضم نجوم وهنا بيضم نجوم بالظبط. فالنهارده الحمد لله رب العالمين احنا عندنا اكتر من فرقه، يعني بيعتبر عندنا يمكن فرقتين والفرقتين جاهزين بشكل كبير جدا، قروا فكر الجهاز الفني، الاستراتيجيه اللي بيلعب فيها الجهاز الفني، خطه وطريقه اللعب. اللعيبه معظمها من المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي، حتى اللعيبه المحترفين بيلعبوا بردك في منتخبات بلادهم. فده بيدل على ان النادي الاهلي فعلا قادم. النادي الاهلي النهارده بيلعب في 4-5 بطولات. أيوة. منهم بطوله الكاس، نتمنى ان شاء الله باذن الله نتنقل من المرحله ال 32 لمرحله ال 16 الدور القادم باذن الله بالمجموعه والتشكيله اللي موجوده من بدايه المباراه. كابتن شريف، محمود وحيد وعمار حمدي ودورهم في هذه المباراه. الحقيقه دور اللعيبه اللي هي بتبقى بعيده قوي ما بنشوفهاش بقالنا فترات، هم قاعدين شايفين فكر المدير الفني بيبقى شغال ازاي الفتره اللي فاتت كلها، خلال التدريبات وخلال الاشتراكات، وهم دايما بيبقوا في عمار حمدي لعب الحقيقه في دوره واثبت ان هو لعيب ذو سرعات بيتحرك في اي حته في الملعب، بيقدر يتعامل مع الكوره، بيتعامل مع زملاته بشكل جيد جدا، بشكل افكتيف، ان هو دايما عنده النزعه الهجوميه في نفس الشكل. عشان كده في اول الكلام قلت لك هيبقى في مش عيب النهارده، هيبقى في اهتمام جامد قوي من نص الملعب ان هم يبقوا سبورت للاثنين دول وهم اجنحه طايره النهارده باذن الله. ومحمود وحيد عنده عادته ان هو بيطير برده من ناحيه الشمال، وعنده الشكل الهجومي ان هو يبقى سبورت من ناحيه حسين الشحات او احمد الشيخ لو حصل حاله تبادليه. وفي نفس الشكل وليد سليمان عينه عليهم، هو اللي ممكن يبقى البلاي ميكر باذن الله، هو اللي يقدر يطلعهم ويقدر يغذيهم. فحته اول ربع ساعه ان شاء الله لو نجح الاثنين دول في الهجوم والارتداد وما بقاش فيه مشاكل في الملعب باذن الله، اكيد النهارده هنكسبهم باذن الله في المباراه. بلال حسام عاشور واليو ديانج، هل هي تغيير اداء
بمعنى ايه؟ بمعنى ان الماتش السابق، خلينا دايما بتكلم عن الماتش السابق، لان النادي الاهلي بيلعب كل مبارياته على ثلاث نقاط. طيب. مهما كانت الفرقه اللي بتلعب، مهما كانت بطولاتها كتير او قليله، ولكن في النهايه انت النادي الاهلي بيلعب على ثلاث نقاط. المباراه السابقه عمرو السوليه ومجدي قفشه اللي هي النجم الساحلي. عمرو السوليه ومجدي قفشه شكل مختلف تماما عن حسام عاشور واليو ديانج. طبعا. بس خد بالك احنا برضو اسلام لازم نرجع الامور لنصابها الطبيعي. النهارده مباراه للتجربه، مباراه للرؤيه، مباراه للحكم على العناصر الموجوده، مباراه في يعني في ايدينا. انا مش عارف، بشوف ان موضوع الحكم ده بلال برضو، لانه انت ما تحكمش على مجموعه انت اللي اخترتها وانت اللي ايدتها، وطالما انت مقيد في الفريق الاول بالنادي الاهلي اعتقد ان ده بيبقى بالظبط يعني انت مقيد. لا انا مش بحكم عليك كلاعب. ايوه عايزين نوضح بس يبقى الناس فاهمه. انا مش بحكم، مش بقيمه كلاعب. أيوة. انا بقيم احتياجاتي ليه في الفتره الحاليه او الفتره بالزبط. القادمه، فاهم قصدي؟ مش بقول ان حسام عاشور ده لعيب يستحق او لا يستحق، لا انا بقول ان حسام عاشور هل من المفترض ان انا احتاجه الفتره اللي جايه دي ولا لا؟ هل فيزيكال يسمح بدنيا؟ هل فنيا جاهز؟ هل سرعات جاهز؟ هل هو جاهز بالشكل اللي انا عايزه بالشكل اللي انا كمدير فني محتاج له الفتره اللي جايه؟ هو ده الحكم اللي انا اقصده، مش الحكم ان انت بتقيمه كلاعب كوره. لا احنا بنتكلم على النهارده ديانج، بنتكلم على عاشور. خد بالك والاثنين برضو مش قريبين قوي من بعض، بمعنى يعني مختلفين شويه. لسه كابتن شريف كان بيقول قريبين من بعض، مش مفروض يبقوا على نفس الشكل يعني بيلعبوا على خط واحد. لا قريبين مع بعض في طريقه اللعب، في مش قريبين من بعض او في الامكانيات، مش قريبين من بعض في الملعب يعني. في الملعب ديانج عنده شويه، عنده بيجري بكره كتير، بيحاول يكمل في الحته الهجوميه، بيصوب كويس، ثرو باس عنده برضه، ثرو باس عنده رائع جدا، شفته كتير بيكمل تحت الفراوده، فممكن هو يبقى هو السبورت بالنسبه لوليد ازارو في الحته الهجوميه والثلاثه اللي موجودين قدام. ممكن يبقى 8، مش يعني مش 6 عاشور يعني، مش حسام عاشور. حسام عاشور دايما عارف اللعيب العرضي، اللعيب اللي بيعمل الكفرنج، التغطيه على لعيبه نص ملعب ولعيبه والباكين، الباك رايت والباك ليفت، هو بيعملها الحته دي كويس جدا. فالنهارده عندك قماشتين مختلفين شويه. هل النهارده ممكن اليو ديانج يقول لنا ان هو لعيب يعني ذو يعني طابع مختلف شويه في ادائه في الملعب؟ هتفرق النهارده مع المدير الفني كمان يا اسلام. مظبوط. الحته بتاعت نص ملعب دي في كل العالم فيها مشاكل يا كابتن، كل العالم فيها مشاكل، لان الحته دي دايما معرض للاصابات ومعرض للانذارات ومعرض للتوقفات يا كابتن، فانت بتحتاج دايما على طول لعيبه تكون جاهزه بشكل كويس. فالنهارده اليو ديانج مع عاشور طبعا عايزين نتفرج على قماشه مختلفه شويه، عايزين نتفرج على لعيب عنده امكانيات وسرعات. هو قوي، احنا اتفرجنا عليه مع المنتخب المالي، عنده سرعه وعنده قوه وعنده امكانيات. هل الثقه اللي بيلعب بيها مع المنتخب المالي هتكون موجوده النهارده؟ تفرق معاه كتير جدا. وتفرق كمان مع النادي الاهلي كتير جدا اسلام في مباراه النهارده. تمام. انا بس بتكلم بسرعه عشان يا دوبك وقتنا كابتن ماهر، وبتكلم على اللعيبه بعينها لان بقى لهم فتره طويله ما لعبوش. احمد الشيخ النهارده في ظل بقاله مبتعد بقاله فتره طويله عن المباريات الرسميه، ولكن زي ما سمعت مثلا من عمار حمدي كان معايا على التليفون وقال لي ان دايما تمرين النادي الاهلي زيه زي المباريات. احمد الشيخ النهارده ودوره ايه؟ يعني فرصه لاحمد الشيخ النهارده ان هو برضك يعرض بضاعته، يعني هو برضك كله في النهايه هو عرض. بالظبط. فالنهارده مطالب احمد الشيخ ان هو في الشق الدفاعي نبدا نحس ان هو بيساعد اذا كان عمار او الشحات في الجانب الدفاعي. النقطه الثانيه في حته الاستحواذ، عايزين نشوف احمد الشيخ في حته الجناح. ايوه. عايزين نشوف احمد الشيخ في حته واحد ضد واحد. عايزين نشوف احمد الشيخ النهارده في الكورسات العرضيه المؤثره لازارو والحاجات العكسيه. عايزين نشوف احمد الشيخ في حته التصويبات اللي على المرمى. احمد الشيخ احنا بنشوفه بيجيد حته التصويبات على المرمى بحاجات فيها مهاره وحاجات فيها فن، بيخش لجوه وبعدين يعملها بليسنج في الزاويه البعيده، سجل اجوال كثيره جدا بهذا الشكل. بهذا الشكل. فالنهارده عايزين الثقه تبقى موجوده لاحمد الشيخ وزمايله الاخرين. وقلت لك اسلام مهم جدا ان احنا نقرا بعض، مهم في حته الثبات التشكيل وفي التجانس، ان انا ازاي اقدر اطلع امكانيات احمد الشيخ واقدر استغلها بشكل كبير. ايوه. وهو معاه الكوره هو هيستغل مهاراته ويقدر يشتغل مع زمايله، وهو محوش الكوره ازاي ابدا العبه بشكل جيد واظهره بالمظهر اللي هو يقدر يدي احمد الثقه من خلال ادائه. تمام. كابتن شريف، فريق بني سويف النهارده ما عندوش حاجه يبكي عليها، يعني بيلعب النادي الاهلي الاكثر بطولات في مصر وفي افريقيا وفي العالم العربي، الاكثر بطولات في العالم، وبالتالي هيلعب باي طريقه.
هل هيسيب نفسه ان هو بيلاعب النادي الاهلي؟ وبالتالي كل برضه عايزين بمناسبه كلام الكابتن ماهر اللاعبين عايزين يعرضوا نفسهم للناس اللي بيتفرجوا عليهم او للملايين اللي بيتفرجوا عليهم، ولا هيبقى في خطه معينه ان انا اقفل على النادي الاهلي في الحته دي وفي الحته دي واقفل عليهم في نص الملعب وبعد كده ابقى اشوف انا هعمل ايه؟ والله انا هقول لك على حاجه، في اول المباراه دي ما بتبتدي انا ما اقدرش اتخيل شكل بني سويف هينزل مدافع مع النادي الاهلي ولا فاتح خطوطه بيهاجم النادي الاهلي وبيضرب ضغط على النادي الاهلي في محاوله اثبات وجود. انما هما انا كنت شايفك انت واحمد وانت بتتكلموا قبلنا ما احنا ما نخش كان بيتكلم عن ان هما عندهم بيلعبوا الضربات الثابته كويس، بشكل كويس جدا، بيعملوا الاوت زي الكورنر. كان في زمان واحنا بنلعب وانا بلعب في النادي الاولمبي كان في زمان حد اسمه علي اوت. علي اوت هو كان اسمه كده، بيلعب يعرف ازاي يوديها، يعرف ازاي يوديها عشان والله يا كابتن. فانا شفت عندهم على فكره فريق حرس الحدود مع كابتن طارق العشري حاليا في الدوري الممتاز بيلعب على الشكل ده. فهم ما عندهمش حاجه يبكوا عليها النهارده غير ان هم زي ما بيقول ماهر عايزين يعرضوا امكانياتهم، يجوز العين تاخد واحد او اثنين او ثلاثه من اللعيبه ويهاجموا. انا يعني اعتقد ان الفرقه دي مش هتيجي تدافع في ارضها، عشان كده النادي الاهلي النهارده انا بنصح لازم اهتمام بالفرص اللي بتيجي ويبقى لهم سبق في احراز الماتش ويسهلوا الحكايه على نفسهم، عشان كل لاعب كان بعيد او ما كانش ليه حق الاشتراك بقاله فتره زي احمد الشيخ مثلا، فتبقى عنده دوافع كتير قوي النهارده لعيبه النادي الاهلي ان هم يخلصوا الحكايه بدري ويطلعوا اللعب اللي عندهم بنفس الشكل اللي الفرقه بتعمل نفس المنظومه. فهيبقى الراجل المدرب الفكر اللي عنده ما اتغيرش، اللعيبه دي زي ما انا بقول هي مستوى اول مستوى اول مستوى اول، ما فيش عندنا مستوى اول مستوى تاني، كل الفرصه ان لما بتتيح ليا الفرصه انا بقدر اثبت ان انا لاعب اقدر البس تيشيرت النادي الاهلي. كابتن بلال النادي الاهلي النهارده هيلعب ازاي؟ هيلعب بهجوم كاسح ولا هينتظر شويه؟ لا هيلعب بنفس طريقه اللي بيلعب بيها، المديرين الفنيين الكبار ما بيغيروش كتير في اسلوب اللعب. اسلوب لعب النادي الاهلي الضغط على الخصم، الاستحواذ، الهجوم الغير مباشر اللي هو عن طريق المهارات الفرديه وامتلاك الكوره والثرو باسز والحاجات وطريقه اللعب دي، دي طريقه النادي الاهلي ودي طريقه المدير الفني، ما اعتقدش ان هو هيغيرها. الاهلي فقط النهارده ممكن اعتقد ان هو يبقى نسبه الاستحواذ هتبقى اكتر بكتير جدا من اي مباراه ثانيه نظرا لفروق الامكانيات اللي موجوده، النهارده في فروق امكانيات كبيره جدا ما بين النادي الاهلي وما بين يوسف، برضه احنا بنتكلم على الورق. انت برضه حاله اللعيبه في الاول وفي الاخر هي اللي بتفرق داخل الملعب يا كابتن، يعني النهارده ممكن يكون حاله اللعيبه جيده جدا فتعمل مباراه رائعه جدا من حيث التكتيك، من الاستحواذ، من الهجوم، من احراز الاهداف. ممكن لا قدر تكون حاله اللعيبه النهارده مش في حالتهم، وبعض اللعيبه يعني داي اوف النهارده ممكن يعني فيكون الشكل مش بالاداء اللي احنا عايزينه، ولكن انا اتوقع بالطريقه اللي بيلعب بيها المدير الفني مستر فايلر ان النادي الاهلي النهارده هيستحوذ بشكل جيد جدا، هيضغط بشكل جيد جدا. انا اتمنى استثمار الفرص في بعض المباريات بتحتاج عشان تكتسب الثقه. النهارده مثلا وليد ازارو النهارده محتاج يكتسب الثقه حتى لو في مباراه سهله، حتى لو في مباراه مش ملهاش قيمه كبيره، ولكن كون ان انت بتحرز اهداف دي بتدي اللعيبه الثقه وبتدي النادي كمان الثقه. ايوه الله امكانياتك بالظبط، النهارده تقدر تخرج امكانياتك زي التدريب بالظبط، التدريب اسهل بكتير جدا من الماتش، برغم ان انت ممكن وانت بتلعب الفرقه اللي قدامك في النادي دي اصعب بكتير جدا من فرقه تانية ومن انديه تانية ومن لعيبه تانية، ولكن انت بتاخد الثقه من ادائك، حتى لو كان الاداء ده في التدريب، حتى لو كان في مباراه سهله، حتى لو كان الاداء ده قدام فريق ضعيف انت عارف من جواك انه ضعيف. فالنهارده اتمنى لعيبه النادي الاهلي يكتسبوا الثقه في هذه المباراه وتطلع النتيجه مرضيه، 7 5 6 7 8 اهداف، انا مش بتكلم على الاهداف ولكن بتكلم على استغلال واستثمار الفرص. عموما هي مباراه قد تكون الخطوه الاولى ان شاء الله في عوده كاس مصر الى نادي المفضل ان شاء الله، وبالتالي خدوا بال حضراتكم حتى هذه اللحظه احنا دايما بنتكلم على الفرقه بشكل كويس، دايما بنتكلم على المدير الفني بشكل كويس، ولكن حتى هذه اللحظه لسه ما حصلش اي شيء، لسه ما خدناش بطوله، لسه ما مش الدوري لسه ان شاء الله طويل، الكاس لسه برده في 5 مباريات او ان شاء الله ربنا يكرمنا النهارده ويتبقى لسه في 4 مباريات ثانيه، البطوله الافريقيه برده لسه في مباريات كثيره، وبالتالي خلينا ننتظر ماذا سيحدث في مباراه اليوم. هذه المباراه الصعبه من وجهه نظري هي مباراه صعبه جدا 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 لانها بدايه الخطوه لعوده كاس مصر مره اخرى الى النادي الاهلي. شكرا جزيلا يا كابتن ماهر، شكرا جزيلا يا كابتن شريف، شكرا جزيلا يا كابتن بلال. هسيب حضراتكم مع تقرير عن هذه المباراه، وبعد نهايه المباراه مباشره هنكون مع حضراتكم على الهواء لكل كواليس النادي الاهلي او مباراه النادي الاهلي ومباراه ضد نادي بني سويف بعد نهايه المباراه مباشره مع نجومنا الكبار. اسيب حضراتكم تتفرجوا على المباراه واشوفكم بعد نهايه المباراه مباشره.